قصة كفاح. الشاب السعودي ما ينتج، هذا ما هو صحيح. كيف الشاب السعودي؟ طيب احنا وين احنا جاي منه؟ المواطنين اللي يقودون الاقتصاد وينهم جاي منه؟ حكاية شغف. والله البنت تستاهل هذا الشيء، اللي ما يعرف الشيء ما يقدمه. ورواية ولاء. يكفيك من سلمان بن عبد العزيز، اختياره لمحمدين اللي قادوا الاقتصاد وقادوا الحرب وقادوا الأمن، وهذه شجاعة الملك سلمان. رجل الأعمال عمير القحطاني، كيف صنع ثروته؟ بقولها لك بأشياء مختصرة، هي أصلاً لو بتكلم فيها تبي لها وقت طويل جداً. الثلاثاء 10 مساء في صناع الثروة، معي أنا صالح ثبيتي على روتانا خليجية.